خصصناها للحديث عن عودة الطلاب إلى المدارس. الأسبوع الماضي عادوا بعض الطلاب إلى المدارس، لكن بعض الأهالي ما زالوا متخوفين العودة. اليوم بحلقتنا رح نحكي عن دور الأستاذ في استيعاب الطلاب ويعني تهدئة نفوسهم، خصوصا لبعض الطلاب اللي فقدوا ذويهم أو أحد أفراد عائلتهم. أيضا كيف ممكن إحنا يعني اليوم ننصح الأهالي بالعودة للمدارس، وأنه مدارسنا اليوم آمنة، في فريق موجود من المدرسة عم بيراعي كل هاي يعني الاحتياجات للطلاب، وأيضا دور المرشد النفسي اليوم بمدارسنا. بيسعدنا يكون معنا الأستاذ نظير حميرة، رئيس دائرة التعليم الأساسي في التربية. أهلا وسهلا فيك أستاذ. صباح الخير. صباح الخير لكل محطتكم المشاهدين الكرام. صباح الخير لوطن ما زال ينزف طويلا وما زلنا نحاول أن نبلسم جراحه. يسعدنا صباحك أستاذ نظير، يعني والحمد لله على سلامتكم، وإن شاء الله يا رب على سلامة الجميع، تنذكر وما تنعاد، الرحمة لكل من قضى والشفاء العاجل لكل المصابين. مصاب كبير، لكن نحن على قدر المصاب إن شاء الله تعالى. يعني اليوم المهمة يعني مهمة كبيرة على مديرية التربية وفق الإمكانيات المتواضعة، مدارس خارج الخدمة، دوامين بعض المدارس، إعادة تهيئة المدارس. يعني اليوم بعد هاي الانقطاع تقريبا شهر عادت مديرية التربية لاستقبال الطلاب، نحكي عن الإجراءات كيف تمت. طبعا مديرية التربية منذ اللحظة الأولى قامت بتشكيل غرفة عمليات سميت بخلية أزمة بقيادة المربي الأستاذ عمران أبو خليل مدير تربية اللاذقية، يعاونه المعاونون للثانوي والمهني والأساسي ومجموع رؤساء الدوائر. وما قامت به مديرية التربية كان على توازي شق إنساني وشق تربوي، حيث أعلنت مديرية التربية عن فتح أبواب المدارس لاستيعاب المنكوبين، ومن ثم بعد أن جالت لجان الكشف على المدارس لجان الكشف الهندسية وأعلنت عن سلامة بعض المباني، تم الإعلان عن استئناف الدوام المدرسي في 5/3. أما ما سبق الفترتين تم الإعلان عن تعويض الفاقد التعليمي في عدد من المدارس بلغ 29 مدرسة على مستوى المحافظة، وقد كان أقبال الطلاب ملفتا، حيث أكدوا أن الرغبة للتعليم التعليمي والانقطاع المفاجئ ناتج كوارث إن كانت طبيعية أو اصطناعية تؤدي إلى تراكم الفاقد التعليمي. والملفت للانتباه أن في 2019-2020 زمن الكورونا كانت النكبة عامة على مستوى العالم، أما هنا فالنكبة محدودة وخاصة على مستوى محافظات وبخاصة محافظة اللاذقية، وعلى قدر الحدث كانت الخلية تعمل. نحن منذ السادس من شباط أو صباح السادس من شباط حتى تاريخ الوقت غرفة عمليات على مدار الساعة. أما المدارس التي تم إعلانها آمنة وعودة الطلاب والتلاميذ إليها، أؤكد أنها عودة خجولة. دورنا نحن هنا كمدارس وكمعلمين جهاز إداري تربوي تعليمي خدمي بالتعاون مع فريق الدعم النفسي الذي شكل أيضا في مديرية التربية بإعاز من السيد مدير التربية، جالت على المدارس التي عاد إليها التلاميذ وتجول الآن على المراكز الإيواء، حيث أن مراكز الإيواء تضم أيضا طلاب وتلاميذ لنا في هذه المراكز. تقدم الخدمات التعليمية لهؤلاء الذين عادوا عبر تشريب المعارف والمهارات بتقديم ما يسمى أنشطة دعم نفسي. هذه أنشطة الدعم النفسي تعمل على امتصاص الصدمة قدر الإمكان، لكن الصدمة أكبر من أن يستوعبها طفل. اليوم هو بجانب أو بالأمس كان بجانب صديق أو أخ أو رفيق، وفي اليوم التالي فقده. هذه الصدمة الكبرى تحتاج إلى إجراءات كبرى.
هاي الفكرة أستاذ يعني نظير، أنه نحن اليوم مرينا بأزمة هي تعتبر أزمة جديدة علينا، يعني وخاصة الأطفال تلقوا الصدمة بطريقة خلينا نقول كتير صعبة عليهم وعلى مستوى التفكير اللي هن ممكن يكون محدود. اليوم الإجراءات اللي اتخذتها مديرية التربية بالحد من الأفكار، بالحد من الخوف والقلق اللي عم بيواجه هدول الأطفال، يعني وقت عم يدخل الطفل على المدرسة شو الخطوات الاولى اللي عم نتبعها معه؟ خلينا نقول مشان اللي لهلا ما راح على المدرسه نقول له تفضل روح. وجه السيد مدير التربيه ان اليوم الاول من عوده الاطفال التلاميذ والطلاب الى المدرسه ان يكون يوم للترفيه، ان يكون يوم لتخفيف اثار النفسيه عن جراء الصدمه الكبرى. وقد كانت تلك الإجراءات بالتعاون مع فرق الدعم النفسي والتعاون مع المنظمات والشركاء الذين لم يوفروا جهدا في ذلك، وكانت قد تركت تلك الإجراءات أثرا إيجابيا عند التلاميذ. والتلميذ الذي شاهد ذلك عبر مواقع التواصل أو سمع من قبل رفاقه التحق بنا في اليوم التالي، وما زلنا على هذا النهج، حيث أن النشاط من خلال حصص التربية الموسيقية والتربية الرياضية والتربية الفنية نقوم على تفريغ هذه الصدمة الكبرى من خلال مثلا الرسم، من خلال ألعاب كرة القدم، من خلال العزف والغناء، ومن ثم من خلالهم تقديم المعارف والمهارات. لأن هذا الفاقد التعليمي نحن نقول للأهل الذين ما زالوا على موقفهم جراء خوفهم، نحن نقدر هذا الخوف، لكن بالمقابل نقول أن الحذر لا يرد ولا يمنع القدر. والذي يؤكد أن المدارس هي أكثر ملاذا وأمنا إعلانها مراكز إيواء طبعاً. إعلانها مراكز إيواء، فالمنزل الآمن لن يرد إذا حدثت الواقعة. القضاء كما هي المدرسة المتخوفين منها. أنا أرى أن أهلنا أن يبادروا إلى إرسال الأطفال، وهذا الفاقد التعليمي إن تراكم إلى ماذا سيؤدي؟ ستؤدي إلى نتائج كارثية. أقله خروج الفرد من النظام التعليمي. هذا النظام التعليمي الذي هو كسائر النظام، ماذا إن أمكن أن نشبهه بخروج فرد من الحياة؟ يعني أنا بنتكلم عن الفاقد التعليمي، يمكن طلاب الصف الأول اليوم وقت بينقطع الطالب أنت عم تأسس فيه هو الأساس، هو مدمج الأساس لحياته الصف الأول، وقت عم ينقطع شهر عن الدراسة. اليوم لنرجع نرجع للطالب ونرجع نحطه بجو الدراسة أكيد يعني بده بذل جهد أكثر. نحن بالفاقد التعليمي نسمي انقطاع سلسلي بالأفكار والمعارف والمهارات، لأن المناهج مبنية تسلسلية حلزونية تراكمية، هي خبرات، لكن في الطوارئ والأزمات وعند توقف المدارس المفاجئ لسبب أو لآخر والعودة من مرة أخرى بحسب الفاقد من الوحدات والدروس، نعمل على نخب هذه الوحدات ونخب العناوين المهمة والضرورية وتكثيف هذا المنخوب على ساعات أو أيام، وبالتالي نستطيع أن نعود إلى ما كنا عليه سابقا وأن نبني على هذه المعلومات المفقودة لنصل إلى معلومات لاحقة. إذن ما فقدناه سابقا هو ضرورة أن نقف عليه لأن نصل إلى المهارات أو المعارف أو المعلومات اللاحقة، كما هو البناء لبنى ثم لبنى. تمام، يعني أستاذ هناك تسلسل خلينا نقول بعملية تعويض الفاقد. نعم. طيب من الناحية الإدارية أستاذ، يعني إحدى العائلات اللي زرناها بالفترة الماضية كان في عندهم أولاد وانتقلوا من منطقة إلى منطقة. حلو. وكان في عندهم نوع من أنه ما فينا نحن كل يوم نبعث أولادنا نحن بمنطقة بعيدة، فذكروا لي مثال بسيط عن أنه مدير المدرسة
عم بيسجلون غياب من دون ما يقدر وضعهم. فينا نحكي عن هذا يعني نقيس هذا المثال بالوضع الطلاب المتغيبين بسبب خلينا نقول التهجير اللي صار عندهم. تماما. وجه السيد مدير التربية والسيد الوزير أن أي تلميذ يستطيع أن يلجأ إلى أي مدرسة يراها قريبة وآمنة. فالطفل الذي ترك بيته في المدينة ولجأ إلى القرية حيث أهل أهله أو أهل أمه أو أهل أبيه أن يلجأ إلى المدرسة التي يراها مناسبة، ومن ثم نعمل على الإجراءات الإدارية لحيث النقل، نقل الأضبار أو البقاء في المدرسة إلى حين عودة مدرسته الأم آمنة، يستطيع أن يتابع هناك أو يستطيع العودة إلى المدرسة الأم. لا ضير ولا خوف على أطفالنا، أينما حلوا سيكون كل شيء مرسوم له. في حال مدرسته ما أنا متضررة لكن أهله راح بيته فتركوا المدينة راحوا قعدوا بالقرية، أنه فينه يلجأ لأي مدرسة حتى لو يلجأ لأي مدرسة. ومن ثم اعتمادا على ورقة وثيقة اللا مانع وإشعار بانتظامه في مدرسة أيا كانت، لنعمل على نقل أضبارته ووثائقه إلى المدرسة التي لجأ إليها أو القرية التي يسكن فيها جديدا. هلا كمان اليوم أستاذ يعني بهي الظروف اللي عم نعيشها يعني بعض الطلاب تأثروا نفسيا، يعني أنا بعرف في طلاب ما بيقدر يقعد بالبيت أو بين أربع حيطان أو بغرفته اللي صار فيها زلزال، يعني الغرفة اللي كان موجود فيها. اليوم دور المرشد النفسي في المدرسة وقت بيجينا طلاب عنده هاي حالة الرهاب وحالة الخوف، كيف يتم التعامل اليوم؟ هذه الحالات بالتعاون ما بين معلم الصف وما بين المرشد الاجتماعي على المستوى المرحلة الأولى والمرشد النفسي على مستوى المرحلة الثانية والثانوي يقومون بدور كبير لجهة تخفيف الصدمات من خلال إن كان أنشطة داعمة، من خلال الاحتواء، من خلال التقبل، من خلال التعاطف، من خلال دمج هذا التلميذ مع رفاقه ممن لم يتعرضوا لأزمة كبرى. أما من تعرض لأزمة كبرى يحتاج بذل جهد كبير. وحول المرشدين الاجتماعيين أو النفسيين الموجودين في مدارسنا هم أشبه بالأمهات أو أشبه بالآباء، وهذا الدور المنوط بهم كبير وهم على قدر المسؤولية وحقيقة يبذلون جهدا كبيرا في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنهم قد مروا بخبرات تراكمية. نحن منذ العام 2011 ونقوم بهذا الدور من خلال أن محافظة اللاذقية كانت وطن كبير ضمت كل المحافظات المهجرة ولعبوا دورا مهما خلال السنوات المنصرمة. فهذا الدور أسس لخبرات جيدة لديهم، وجاءت صدمة الزلزال الكبرى ليقوموا بترجمة هذه الخبرات. تماما. طيب استاذ حضرتك كنت عم تحكي عن خلية أزمة، يعني حضرتك صار خلينا نقول كل شيء صار قرارات استثنائية أو هي قرارات ممكن جديدة وليدة الأزمة اللي صارت. استاذ بالنسبة للمرشد النفسي يعني عم تحكي حضرتك عن موضوع كتير مهم وبحاجة للطلاب. اليوم عدد المرشدين النفسيين خلينا نقول ضمن المدارس، هل كثفنا العدد او ضل العدد مثل ما هو، او ممكن عطينا المرشد النفسي الموجود بالمدرسة خبرات اكثر، يعني عطيناه مثلا كورس معين للتعامل مع الاعداد اللي ممكن اكيد راح تكون اعداد كتير كبيرة؟ هلا جلسات الارشاد تكون اما على شكل افرادي او تكون على شكل جمعي. إذا كانت الحالة شديدة ومستعصية فيكون الإرشاد هنا أفراديا، أما إذا كانت الحالة عامة فيكون الإرشاد جمعي. مدارسنا بالنسبة للمرشدين النفسيين والاجتماعيين يتم تكليفهم استنادا إلى أعداد التلاميذ. بحسب عدد التلاميذ يتم التكليف إما مرشد أو اثنين أو ثلاثة. في هذه الحالات نلاحظ أن المدرسة قد زادت أعدادها. عندما تم نقل مدرسة من مكان إلى مكان آخر ناتج عدم سلامة المدرسة الأم، فانتقل معها الجهاز كاملا بكوادره الإدارية والتدريسية والفنية.
فكان أن المرشد الاجتماعي لاحظ أن إلى جانبه في هذه الأزمة مرشد نفسي. الإرشاد ما بين الاجتماعي والنفسي قد يكون المصطلح متفاوت لكن العمل واحد. واحد. والنتيجة سامي خلينا نقول. النتيجة ليست سامي بل هذا رسالة. نحن في مهمتنا لسنا موظفين، في مهمتنا كمعلمين ومرشدين لسنا موظفين، إنما نحن مهنيين، وهذا المهني يحترف عمله عبر تراكم الخبرات. طبعا اليوم بنهاية حوارنا معك الأستاذة نظير حميرة رئيس دائرة التعليم الأساسي بمديرية التربية، شكرا كثير لك نورتنا. شكرا لكم، وبدي أتوجه لأهلنا بكلمة أخيرة بعد أن نقول الرحمة، كل الرحمة لمن قضوا في هذا الزلزال والشفاء للمصابين، نقول لمن مرت هذه الأزمة عليهم بخير وسلامة أن طلب العلم عبادة والبحث عنه جهاد. نرجو إليكم أن يكون مطلع الأسبوع هذا أسبوعنا أن تضج مدارسنا بالحياة إن شاء الله. يعني أستاذ بنحط إيدنا على إيدك وبنأكد على هذا الموضوع، لأنه فعلا التعليم هو موضوع كتير مهم وبحاجته نحن، وإن شاء الله يا رب يعني كل الطلاب ترجع وترجع الأمور مثل ما كان. شكرا كتير لك أستاذ.